بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد يا جماعة، احنا بنتكلم في حلم مبادرة التمويل العقاري بتاعة 100 مليار. حلم، احنا بنتكلم في فايدة عائد 3% متناقصة، بنتكلم في مدة تقسيط 30 سنة. حاجة حلم. لما بقول في عنوان الفيديو ليه تأجر لما ممكن تتملك، أنا فعلا بعنيها يعني. وتأكد إن الشقة اللي أنت هتاخدها تمليك عن طريق التمويل العقاري، لو أنت بتاخدها إيجار هيبقى إيجارك أعلى من القسط اللي هتدفعه في قسط الشقة. طبعا موضوع إن احنا نوصل لـ3% ده بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا بشتغل وسيط تمويل عقاري من سنة 2004، من بداية التمويل العقاري ما نزل مصر، أنا ما كنتش أحلم إن احنا نوصل اللي احنا وصلنا له النهاردة. فبجد شكرا للقائمين على التمويل العقاري في مصر، وبجد يعني لازم الكل يستفيد من المرحلة دي. ندخل في الموضوع على طول. الأول احنا هنقول الشقة اللي هي اللي نازلة في المرحلة دي، اللي هي سكن لكل المصريين 2، هي نازلة في 19 محافظة ومركز ومدينة. المحافظة دي هقولها على السريع كده عشان ندخل في موضوع الأوراق وكده. إسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، اسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط. دول اللي نازل فيهم شقق لمحدود الدخل اللي هي جاهزة واستلام فوري. والشقق ديت هتبقى يعني مساحتين، 75 متر و90 متر، غرفتين وصالة و3 غرف وصالة. والأسعار تتراوح بقى ايه، بتختلف طبعا من محافظة لمحافظة، بتتراوح من 164 ألف لـ310 ألف. الأوراق بقى المطلوبة عشان حضرتك تستفيد من المبادرة دي: صورة من بطاقة الرقم القومي لو أنت متزوج، وصورة بطاقة الزوجة، ويكونوا طبعا ساريين، قسيمة الجواز، وشهادة ميلاد الأولاد، مستندات إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري. يعني لازم تتأكد ان انت كاتب في المستند بتاعك ان ده صافي الدخل. اذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، ولو هي مش بتشتغل بتقدم اقرار انها مش بتشتغل. وفي ايصال سداد بقى مقدم الحجز ومصروفات التسجيل. اي مستندات بقى خاصة بمصادر الدخل الاضافية، يعني حضرتك بتشتغل شغل معين بس عندك دخل اضافي، هات برضو مستندات تفيد بالدخل الاضافي. يعني عندك عمل إضافي، أملاك زراعية، عقارات، أراضي، معاش استثنائي أو خلافه، يعني امتلاك مثلا سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية بتدر عليك أي ربح، حطها وضيفها في إثبات الدخل بتاعك. بالنسبة لأصحاب المهنة الحرة والأعمال والأنشطة التجارية والحرفية، الصناعية والعمال والحاجات دي برضو مش محرومين من المبادرة. وبقى الموضوع دلوقتي سهل جدا ان انت تعرف تثبت دخلك لو انت مش موظف حكومي. انت بتجيب شهادة من محاسب قانوني معتمد، بيبين فيها صافي الدخل اذا كان سنوي او شهري، وبيبين فيها المهنة. يعني خلي بالك من الحاجات دي، تبقى مذكورة في شهادة المحاسب القانوني اللي هتجيبها: المهنة، الدخل السنوي أو الشهري الصافي، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية. ده الكلام ده لو أنت عندك يعني سجل تجاري وبطاقة ضريبية وعندك بيزنس بتاعك يعني. بالنسبة بقى للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طبعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صورة من شهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وثيقة زواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء الكسر، رقم قومي مميكن، وقيد عائلي مميكن. دي الأوراق اللي مطلوبة.
حضرتك بتجهز اوراقك وبتصورها PDF وبترفعها على الموقع بتاع صندوق الدعم. فرصة لازم كلنا نمسك فيها ونحاول نستفيد منها بجد، فرصة عظيمة جدا لكل الشباب، وربنا يوفق الجميع يا رب. وإن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتكلم على متوسط الدخل، وهنوضح برضو إيه اللي ممكن نستفيد إزاي من المبادرة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يوفقنا جميعا بإذن الله.